انا والله يا جماعه شو الاخبار مسوين؟ رجعت من النادي. انا لما ما اصور سنابات عرفوا اني مشغول قاعد اصور فلوج. فيا هذا الفلوج بينزل يوم الاربعاء. استوعبت شيء ان كل المقاطع يعني اخر اربع مقاطع كلها انزلها يوم الاربعاء، فشكلنا خلاص راح نعتمدها كل اربعاء الساعه 6 توقيت السعوديه مقطع جديد. الشورتات انزل انا مثل ما طقت براسي. المهم جاني باكج من مطعم اسمه توري، اليوم هو الافتتاح بروح له، جدا متحمس. خلونا نشوف ايش فيه بالباكج. افتح كذا، ايوه دقيقه يا جماعه، السناب اللي بعدها. شوفوا يا جماعه هذا صحن بدك تحط فيه سوب، بدك تحط فيه رز. رز ايش قاعد اقول؟ هو رز ولا رز؟ رز. المهم جايبين معاه تشوبستيكس، شيء لطيف، متحمس اجرب اليوم. مسوين قاعد اصور مقطع حاليا، وعندي فقره المفروض اني اتعشى وارد على اسئلتكم، فاللي عنده سؤال يسالني هنا.